بعد أكثر من عامين على انطلاق العملية العسكرية الروسية والسيطرة على مساحات شاسعة من أراضي أوكرانيا، كييف تقوم بهجمة معاكسة وتدخل أراضي روسية بعد هجوم مفاجئ وتسيطر على مناطق من مقاطعة كورسك. الجيش الأوكراني توغل في الساعات الأولى من الصباح بدباباته وألف جندي في المنطقة المتاخمة للحدود مع روسيا، حتى لمسافة تبعد 55 كيلومتراً من محطة كورسك للطاقة النووية، كما سيطر على محطة غاز رئيسية كانت تمد دولاً أوروبية بالغاز. ناقوس الخطر دق في روسيا، ما دفع الحكومة لاستدعاء جنود الاحتياط. ولكورسك قيمة تاريخية كبيرة لروسيا، حيث شهدت أكبر معركة دبابات في التاريخ بين الجيش السوفيتي وجيش ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، التي مهدت لحسم الحرب لصالح الروس وهزيمة الألمان.